فعلى أهل السنة أن يفيقوا وأن ينتبهوا وأن يدركوا خطورة أولئك القوم. وكما قلت في بدء هذه الكلمة، إن الخطر الأكبر ليس في أولئك، وإنما في التعمية على المسلمين المساكين من أهل السنة، وفي خداعهم عن أعدائهم ومخططاتهم وما يبغون لهم. الخطر الأكبر في التقرب من أولئك، وفي تقريب أهل السنة منه، وفي التنازل عن الثوابت. وهذا الخطر الأكبر يلحق المبتدعة دائما، فالمبتدعة دائما يميل بعضهم إلى بعض، ولكن أهل السنة ينبغي أن يكونوا على قلب رجل واحد، وألا يلتفتوا إلى من يضلونهم حتى ولو كان ممن ينتسب إلى السلف، ففيهم من الحمقى كثير، يلبسون على الناس أمر دينهم ويقولون: ما الذي تنقمونه من الشيعة؟ وما الذي تخافون عليه أن يكونوا بينكم؟ هؤلاء النصارى بينكم، وهم يسبون الله سبحانه وتعالى ويدعون له الولد. وأما الشيعة فلا يسبون الله، وإنما يسبون الشيخين. أرأيت قياسا هو أفشل من هذا؟ إن هذا ينطق إبليس على لسانه، إنما نطق بلسانه إبليس، هذا ممسوس، نطق الشيطان على لسانه. فمن كان يعرف القراءة على الممسوسين الممرورين فليصطنع عند الله تبارك وتعالى معروفا وأجرا بالقراءة على هذا المسكين، عامله الله بعدله. فانتبهوا يا أهل السنة ولا تخدعوا، حفظكم الله ورعاكم.